بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في يوم الجمعة، يوم مبارك، في هذا المسجد الكبير اسمه يدل على معناه، مسجد كبير، هو تاريخ، حضارة، مظهر من مظاهر الحضارة في بلادنا الجزائر. هذا المسجد بتلمسان، كي نقولوا تلمسان حاضرة العلم، هي من حواضر العلم في التاريخ، وكبار العلماء من المؤرخين وأصحاب الطبقات والسير، الذي يطلع على كتب السير وكتب الطبقات يقرأ تلك المآثر التي سجلها العلماء والصلحاء والأولياء. فتلمسان كانت حاضرة ولم تكن غائبة، كانت حاضرة في جميع المجالات، في مجال العلم، في مجال الصلاح والإصلاح، في المجال الحضاري، في الجهاد من خلال الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله والوطن. هذه كلمة وفاء نقولها في مقدمة درس بناء العلاقات. لابد أن نذكر التاريخ ونذكر أمجاد الأجداد، ولكن ذكرنا لأمجاد الأجداد يدفعنا إلى بناء أمجاد على أمجاد، وهكذا تكتمل جمالات هذا المشهد، ونعمل جميعا من أجل بناء الأمجاد ليتناغم حاضرنا مع تاريخنا. بناء العلاقات، أيها الإخوة الكرام، المسلم هو إنسان التكليف قبل التشريف، هو إنسان الواجبات والالتزامات قبل أن يكون إنسان الحقوق. هذه مسألة معلومة في شرع الله جل جلاله. والمسلم الرسالي هو الذي يحسن استثمار العمر، أعمارنا قصيرة ولو طالت، كما الشمس تشرق صباح وتغرب العشية، كلنا الآن نعيش في الحياة ولكن لا ندري متى الأجل. لذلك صدق الحكماء وهم يقولون: الحياة أقصر من أن نقصرها، فهي قصيرة ولو طالت وتنتهي أعمارنا إلى ذلك المصير، إما بشهيق أو زفير. بناء العلاقات هو امتحان كل مسلم. مجال العبادات معروفة، الإنسان يعبد ربي، يصلي ويصوم إلى آخره، هذه العبادات مطلوبة. نقول نقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا قال في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعد التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعبد ربي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادات شرف، العبادات مدارج للارتقاء إلى رب الأرض والسماء،
الإنسان يرتقي إلى الله بعباداته، بتمتين صلته مع الله جل جلاله. ولكن العبادات لابد أن يكون لها أثر. إذا كان عبد ربي بسم الله ما شاء الله، ولكن السؤال مطروح، أثر العبادات في الحياة لابد أن تتجلى، لابد. ربنا جل جلاله في عديد الآيات يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد أن يترجم الإيمان إلى أعمال صالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالمناسبة ربي قال الصالحات ولم يحدد عملا صالحا بذاته لحكمة أرادها. ربي ما قالش بنيوا الجوامع ولا بنيوا المستشفيات ولا عاونوا الفقراء والمساكين ولا ديروا فلاحة وزراعة وصناعة وتجارة. ربي قال العمل الصالح. جميع الآيات هنا ربي ذكر الإيمان، يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات. في آخر آية في سورة الكهف الآية 110، فمن كان يرجو لقاء ربه، طبعا هذا هو المؤمن، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. باش ربي يتقبل الأجر لازم يكون وجه ربي. الآية تقول قل إن صلاتي، سورة الأنعام الآية 162، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الخلاص في الإخلاص. اللي بغى يسلك يدير كل خدمة يديرها لوجه ربي، سواء العبادات أو المعاملات. أي خدمة يديرها الإنسان لوجه ربي عنده أجر. يستحضر النية، والنية كما يقول الفقهاء من مقاصدها الحزم والجزم والتمييز بين العبادات والمعاملات، بين العبادات في حد ذاتها إلى غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا أدينا هذه العبادات أحسن أداء لازم تكون الثمرات. اللي غرس الشجرة يستنى الثمرة، اللي غرس شجرة النخيل فالزيتون ثمر يتراجو ثمر، اللي غرس شجرة الزيتون فالزمور يتراجو الزمور ينتظر الزيتون، وهكذا. اللي غرس هذه العبادات وأقامها بإخلاص لازم يكون عندها ثمرات ملموسة يراها الناس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورب قال في سورة الكهف الآية 5 بعد 100 الأولى وقل اعملوا، رب قال خدموا. والخدمة هذه تروح للعبادات وتروح للمعاملات. نحن مطالبون بالحضور في مجالي العبادات، وهذا شرف أن يكون الإنسان عابداً لله، وفي مجال المعاملات. بل العبادات تعطينا القوة التي تجعلنا نعمل إلى أن نموت. علاه؟ ممكن الإنسان يدير الصلاح يدير الخير ويلقى العقبات، عراقيل، ممكن يعيا يقولك بطلت درت الخير درك بقى على خير الخير. هناك أناس توقفوا كي تقولوا عليه يقولك كيف ما تحبسش، غير المشاكل غير العراقيل درك. إذا العبادة هذيك ما زالها تعطي له القوة وعلى باله يخدم لربي سبحانه، لن يتوقف إلى أن يودع هذه الحياة مهما كانت العقبات، لأنه يعلم بأن الله يرى، يعلم بأن أجره يتضاعف
مع المشكلات والعقبات. أو الأنبياء وربي جربهم، والحديث الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان الأنبياء وهم صفوة الخلق ربي جربهم بما يشاء، وحنا لماذا نستثني أنفسنا؟ الصحب الكرام تقرؤون في القرآن مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، شو بدرجات الابتلاء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والله يرحم الفلاح اللي قالها زمان، كل محنة زيد في العقل، كل محنة فرنو ذي العقل. والآخر قالوا جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. إذن نحن حضرنا في مجال العبادات، ولكن تعالوا بنا نمتحن في مجال صعب اللي هو مجال المعاملات، مجال العلاقات، بناء العلاقات. بعد ما بين العلاقات مع ربي سبحانه عز وجل، أنروح الآن للمجتمع، للناس. نبدأ بالأسرة. الأسرة هي الخلية الأساس في بناء المجتمع. جميع العقلاء في الدنيا عبر العصور يؤكدون على هذا المعنى، أن الأسرة نواة أولى في المجتمع. إذا كانت قوية يكون المجتمع قويا. لماذا؟ لأنه يتشكل من مجموع الأسر، الأسرة أسرة أسرة، بعدين تشكل المجتمع. يلا، إذا كانت الأسرة متماسكة كان المجتمع متماسكا، والعكس إذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة يكون المجتمع ضعيفا مهزوزا يقينا. هذه المقدمات تؤدي إلى تلك النتائج. لذلك ربي سبحانه عز وجل كثير من الأحكام في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة، هذه الأحكام تؤسس لبناء أسرة مستقرة تكون مؤهلة لتحقيق مقاصدها. كاين مقاصد تربوية، كاين مقاصد اجتماعية، كاين مقاصد اقتصادية. إذن ثوشولت ثوشولت ثوشولت، الأسرة الأسرة الأسرة. على سبيل المثال، ربنا قال في سورة النساء في الآية رقم 21 قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد الزواج ليس كسائر العقود، صحيح يمتاز بما تمتاز به العقود الأخرى، عقد، ولكن ربي كيوصل لعقد الزواج اللي هو أساس بناء الأسرة سماه ميثاقا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سورة النساء الآية 21 تقابلها الآية 21 من سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا حضرت المودة والرحمة رحمة ربي ما شاء الله، إذا غابت المودة وحضرت الرحمة ستظل الأسرة مستقرة، تبقى مستقرة وتكون مستعدة لمواجهة، خاصة نحن في هذا الزمان، وكلكم يعلم هذه الهزات والزلازل التي تهز أركان الأسرة. الناس بكري يقول لك الأسرة سهلة، ظروف كلها مساعدة على استقرار الأسرة، أما الآن معظم الظروف دمار، مشكلات، هزات، شكوك، شبهات، هموم، رياح،
تهب علينا من كل مكان، والوقت لا يسمح. نقرأ في التاريخ مؤتمرات السكان والتنمية تحت إشراف الأمم المتحدة، ومؤتمرات الأسرة والمرأة، شيء عجيب. هذه الثقافة الوافدة مرادها تدمير أحكام شرعنا، تدمير أصالتنا، التشكيك في قيمنا ومبادئنا، وهذا أمر ملحوظ. رانا نشوفه كثير من الأسر راهي تعاني ألوانا من التمزقات. الأمر ليس هينا. ربي قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خوتي الكرام، عندنا وجوه مشرقة في أسرنا، كاين بزاف حاجات مليحة، صلة الأرحام والمحبة والتآلف والتعاون والانسجام، ولكن كاين أيضا وجه محزن كئيب. عندنا دور العجزة اللي اسمها دور الرحمة، عندنا حالة الطلاق والتطليق والخلع بالآلاف، والإحصاءات ناطقة بهذا الهم، ورانا رايحين. وما ينتج عن تفكك الأسرة من تشرد الأولاد، ضياع وتسرب المدرسي، والعنف بجميع صوره والانحرافات، ما أقوله من باب لفت الانتباه إلى مواطن الخلل في حياتنا، لننتبه ونتحمل المسؤوليات في بناء العلاقات الأسرية. إذن وكلنا مسؤول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هذا هو حال أسرنا. إذن نحن مطالبون ببناء العلاقات وبسد الطريق أمام جميع المدمرات. إذا كان سمحوا للميراث، هو المفروض الميراث يقسم، ولكن كان اللي ما يقسموش التركات، لا، التركة يتقسم العائلات باش يفضون تركة ثوال تركة فضاثن هلو كانوا ريوغالو رقل منصدار. التركة ذر رزق، التركة رزق أعطاها ربي سبحانه للورثة، وهم الخلفاء بعد وفاة مورثهم. ولكن بدل يقسموا التركة ويفرحوا ويديروا الدعاء للي خلى، الله يرحم اللي مات وخلى، تلقاهم الميت مات وتبدل المشاكل والهموم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر عجيب. طمع بجميع الصور، نكران، عدم التنازل، أكل الحقوق، التنافس على أكل الحقوق، ورانا رايحين. ونحن نعلم علم اليقين باللي هؤلاء الورثة يجي نهار الناس يورثوهم، ولا لا، شكون الوارث؟ ربي سبحانه، من أسماء الله الحسنى الوارث. وربي قال في سورة الحديد الآية رقم 10 ولله ميراث السماوات والأرض، ماشي غير اللوزينات، مصانع والحوانت والتراب، لا لا لا، كل شيء يروح لربي سبحانه. ما دام كل شيء لربي، علاش يخرجنا العقل؟ شيء من الإيمان، الواحد يخمم ويفري هذه المسألة ببساطة. والوجه المشرق اللي في حياتنا كاين وين الناس قسمة الميراث من وحي الخبرة والتجربة لا يدوم إلا 5 دقائق فقط، تقسم الملايين والملايير في مدة 5 دقائق، ولكن هناك أناس في مدة 50 سنة هما لحقوش. إذن نحن مطالبون ببناء العلاقات على مستوى الأسرة، ببناء العلاقات على مستوى المجتمع. الأسرة تدريب محضن طبيعي تربوي للتدريب. إذا كان الإنسان نجح على مستوى الأسرة،
راه مرشح باش ينجح على مستوى المجتمع مع الجيران مع المؤمنين مع الوطن نتاعو مع في الخدمة في الطريق في لوتوروت في اللوزينات في الجوامع في المدارس في الجامعات في المستشفيات. كلنا مطالبون ببناء العلاقات والأمر ليس هينا، الأمر ليس هينا، ولكن كلنا مختبر وممتحن. نرجع للقرآن والسنة ونلقوا الحلول عادي. تقول الجيران أو ربي وصيك على الجار بصاص وصيك على الجار إلى آخره. تقول عندي مشاكل أو ربي قول عندك مشاكل عادي. سورة النساء تفريها لك الآية 35 الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ادفع بالتي هي أحسن، قلقوك تعبوك غضبوك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هو القرآن كما قال القرآن في سورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الجن يا عجب في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أخيرا بناء العلاقات مع الأمة. نحن أيضا ننتمي إلى أمة الإسلام، أمة ربي اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما آخى بين المهاجرين والأنصار وثيقة المدينة بالمختصر المفيد واش كتب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الوثيقة ورد فيها في دستور المدينة أمة واحدة من دون الناس. هذه أمة متميزة من دون الناس. وهذا الحديث يترجم ما ورد في أي القرآن في سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أيضا مع الأمة عندنا التزامات ومطالبون ببناء العلاقات. إخواننا وأخواتنا في فلسطين في غزة الجميع تابع هذا الحدث الكبير هذا الجهاد الذي أعلنه إخواننا هناك. الأمة بدأت ترجع قيمتها بما حصل هناك. هم برأوا ذممهم أمام الله وأمام التاريخ ونحن أيضا مطالبون بتحقيق البراءة أمام الله وأمام التاريخ. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخاتمة تتعدد التزاماتنا بتعدد انتماءاتنا من الحومة إلى الأمة. اللي يسكن في الحومة في الحي أو عنده التزامات ومطالب ببناء العلاقات باش يكون يعيش مع الحومة، هذه حومته، عنده واجبات، قالوا النظافة نظافة، واجبات واجبات، وهكذا نغلب جانب الواجبات. لماذا؟ لأن الضمان الكبرى للمحافظة على الحقوق أداء الواجبات. نحن أمة الواجبات قبل أن نكون أمة الحقوق. وإذا انتصرنا على هذا المستوى يلا تبقى البشرية. ربنا قال في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والحديث كلكم لآدم وآدم من تراب. نحن أيضا ننتمي إلى الأسرة الكبيرة وهي الأسرة البشرية. أيضا لنا حقوق ولنا واجبات نؤديها تجاه بني آدم. وإذا فعلنا ذلك إن شاء الله نحقق براءتنا. وحينما نلقى ربنا وهو الذي قال لنا في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.